تيم والز ليس ذلك السياسي فقط، يخفي في يومياته الكثير، إنه المدرب أيضا في كرة القدم الأمريكية، يعرف بمهندس اللعبة، يرسم تحركات الفريق وعادة ما يصيب الهدف. متابعون استرجعوا صورا قديمة لوالز وربطوا بين ما يمتلكه من قدرة على التخطيط وبعد النظر وبين مهماته الجديدة كنائب مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في انتخابات نوفمبر. وجد كثيرون أنه ملائم للمنصب، فهو الأكثر إيمانا بتوزيع المهام حسب معاييره الخاصة، ولديه الخطط البديلة دائما، وإن خسر في الجولة فالجولات القادمة عادة ما قد تقلب الموازين. حاكم ولاية مينيسوتا والمتأثر بكرة القدم، غالبا ما يستوحي في خطاباته السياسية قوانين اللعبة، قائلا إن الخسارة تعلم المرونة، وحينها كان يتحدث عن حالة الولاية عام 2021. والز يأخذ دائما فريقه خارج حدود الملاعب، يناقشهم في قضاياهم الخاصة ويأخذ على عاتقه تقديم الحلول، ينبذ العنصرية والكراهية بين الفريق ويترك للاعبين حرية الفكر والآراء. كل هذا قد يجعل منه حسب البعض اللاعب والسياسي المحنك في مهمته الجديدة.